الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا، أي حارة يابسة من العطش، من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. وهكذا من أوقف برادة ماء في المسجد أو عند بيته، ومن وضع كراتين الماء في المساجد يشرب منها المصلون، ومن وضع إناء فيه ماء في مكان يشرب منه الطيور والدواب، ومن وزع الماء على الناس في الشوارع أو البيوت، بل حتى ما تسقيه أهلك فإنه صدقة. السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد رحمهما الله تعالى، كتب الله لها الحج فحجت، ورأت ما يعانيه الحجاج من مشقة الطريق وقلة الماء، فمهدت طريقا للقوافل، وجعلت فيه محطات تحوي سبل الراحة من طعام وشراب وأمان، ونقلت الماء من جبال الطائف إلى مكة المكرمة بحفر القنوات وشق الجبال، وأنفقت الأموال الطائلة التي ذكر المؤرخون بأنها 1,700,000 مثقال من الذهب، أي ما يساوي 5,950 كيلو جرام من الذهب. فلما انتهى المشروع جاء العمال وفي أيديهم دفاتر الإنفاق حتى تراجع الحسابات، وكانت في قصرها المطل على نهر دجلة، فأخذت الدفاتر وألقتها في الماء وقالت: تركنا الحساب ليوم الحساب. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا غفور يا سميع الدعوات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك مما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا، يا سميع يا عليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، يا قوي يا متين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.